ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. قبل حوالي 20 سنة تم الكشف عن دولي، الخروف المستنسخ، وأثار الموضوع ضجة وجدل حول العالم. الاستنساخ الكامل اليوم غير موجود على حد علمنا، بس تكنولوجيا الاستنساخ لا زالت موجودة. على الرغم من أنه تقنيات الاستنساخ لا تزال داخل المختبرات في أغلبها، بس هناك صناعات تجارية تستخدم هاي التقنيات. جامعة ولاية يوتا على سبيل المثال تستنسخ الأبقار، وبتحكي إنها طريقة ممتازة لمساعدة الأنواع المهددة بالانقراض أو تعزيز مقاومة الأمراض أو حتى زيادة إنتاج الحليب. وكمان تحكي شركة فيجن الأمريكية إنها شركة الاستنساخ المتعلقة بالحيوانات الأكثر ثقة في أمريكا، وهي قادرة على استنساخ الخيول والماشية وكمان الأبقار والخنازير والأغنام والماعز وكذلك الحيوانات الأليفة. اليوم عملية الاستنساخ صارت عملية قابلة للتحكم، يمكن استخدامها في إنقاذ أنواع مهددة بالانقراض من الحيوانات، والأهم استخدامها في أبحاث الطب الحيوي زي الاستنساخ العلاجي وعزل الخلايا الجذعية، بالتالي القدرة على إيجاد حلول علاجية لأمراض وحالات طبية مستعصية.